قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. الحجة كتسمعيني الحجة؟ امي امي كتسمعيني؟ ما تخلعيش اختي، حنا قربنا نوصل. تدوين بريز دو سون عيطوا الدكتور انيس. وي ما تقلقيش لالا، اونفير نيسيسير. كانت كداوي على شي مرض؟ كانت كتاخذ شي دواء؟ جبتي معك؟ لا ما جبتوش. وي سمحي لي لالا، عندي اون اورجونس. عرفتي الكود ديالك؟ 0061 وي 45 وي 13 وي 51 ماشي. الو امل، مالك كيف لاباس؟ انت فين؟ انت فين؟ واخا 10 دقائق وانا عندك. يلا الله يخليك، لا سول فيا شي حتى عيطوا لي في البورطابل. ايوا بنيتي ما قديتش النوط. صبحات فيا الدوخه، والله الا زوينه هادي وعلى انا صحيحه. ليلى مع 7 الصباح وغادي نمشي نخدم، راه كنا مراد. وملي ليلى عارفه راسك كتصبح فيك السخفه كنت تغسلين بالليل قبل ما تنعسي. ليلى ليلى من على الغوه؟ شنو واقع ثاني؟ ياك لاباس؟ شوف اسيدي، انا عييت من هاد الشيء. واه جوج المعيط ما قدرتش تغسلهم وبزاف. ما تزيديش فيها ليلى، راك عارفه الوالده عيال غتكون غير ما قدرتش تنوض. واخا تكون فيها الموت حق ديالي انا، ما دير خير ما يطرا باس. شوفي بلا ما تبقي تعصبي في راسك، انا هضرت مع امال نهار السبت غنديوها عندها. شنو؟ حتى نهار السبت غنديوها دابا. Thank you.
عافاك الملي أمل كالولي. هي أمل كالوني. عندكم لانسيال؟ لا. سي خاصين افونس ولا شي بلو افونس؟ واخا اختي هو اخويا جاي. الو؟ أمال اه. أنا جاي في الطريق. غير مع الزحام ولا سيركيلاسيون. صافي أنا جاي. أشنو؟ الشيكي؟ لا الشيكي. اه واخ صافي حتى نجي صافي حتى نجي غير قطعي انا جاي صافي. اختي سمحي لي الله يخليها ما عرفتيش كيف بقات امي مزيان اللي ما تعطلتش بها غسلنا لها المعده وغدا ان شاء الله تكون لاباس ما تخلعيش. واخا اختي بارك الله فيك. مسرح لك كنتسنى فيك تنحمق بوحدي. أمال راك هولتيني أختي قول لي أشنو وقع الوالدة أشنو عندها ياك لاباس؟ أنا براسي ما عرفتش كنا كنتفرجوا في التلفزيون ضرها راسها ناضت خدات الدواء. شمن دواء؟ هذاك اللي مولفة كتاخذ ديما شوية وهي تغيب. وفين هي دابا فين؟ فين عاش؟ ما نظنش مرة فهاد السن تفكر في الإنتحار. ويمكن تكون غلطت في الدواء. تحايل كتثبت العكس هذه مدة طويلة وهي كتاخذ هاد الدواء. عرفتي باش نتفاداو هاد المشاكل غادي نعيط للبوليس. أمنا في ما تسرعوش حتى نتأكدوا. كيبان لي الحل الوحيد هو البوليس. وي دخل. السلام. نقدم لكم الدكتور أنيس المسؤول عن التحاليل. متشرفين خويا سعيد. متشرفين معك. أمدرا دكتور كيف بقات الوالدة؟ الحمد لله الوالدة تعتقات ما بقى حتى شي خطر وغدا في الصباح إن شاء الله غتولي لاباس. الله يخليك يا دكتور ما تخبي علينا والو وقولنا شنو عندها بالضبط. شنقول لك الوالده ديالك خدات واحد الدواء مخدر هو اللي هبط لها لا طونسيون ودخلت في الكوما. ما يمكنش ماشي بعيتهم كتاخذهم شحال هادي والا ما كانش وقع لها هادشي. لا 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 100% هذوك التحاليل غالطين وانت كنتي تشاوريني قبل ما تجيبها لنا. سي سعيد خصك تعرف بلي هاد لا كلينيك كتوفر لاحسن الاختصاصيين. ودابا دكتور واش يمكن لينا نشوفها؟ الله يخليك. نو ما يمكنش لان مازال في العناش غدا في الصباح يمكن لكم تشوفوها. غير تهنئ من جهه الوالده راه حنا قايمين بالواجب. يمكن لكم تقولوا لنا شنو الدواء كانت كتاخذ غدا في الصباح ان شاء الله ملي تفيق سولوها. يلا في حالنا. ما تنساش الله يخليك جيبي معك لودونوس. واخا ان شاء الله هو سمح لينا. ماذا انت كتشوف اختي؟ دي ولا الشامب ديالها ياك اي غارد لا سوبرفيجن اون دابا شويه نجي نطلع لها. اوكي امال اش بغيتي؟ بغيت نهضر معاك. ما كاين لاش دابا ضربي راسي غدا في الصباح نتلاقاو في الكلينيك. لا سلامتك الحاجي. فين انايا؟ في كلينيك الدكتور جواد راك ضيف عندنا هاد الليله. فين هي بنتي امل؟ يلاه مشات لحتي شي حاجه الحاجه عيطي لي من هاد البطونه اللي حدا راسك. شحال
شحال في الساعة متي؟ تكون في تال 12، بغيتي شي حاجة؟ والله بغيت نصلي. لا لا ما يمكن لكش تصلي، حتى لغدا إن شاء الله. هادو ماشي حوايجي. حوايج ديال الكرامة في البلاكار، ما عندكش مناش تخافي، هنا راه بحال في دارك الحاجة. تصبحي على خير. فعلا داك الدخان ديال النعسه. راه معاك كنهضر، واش مابقى حد ينعس في الدار؟ تكون داخل الطوالات قلبت ما كايناش حوايجها، ما كاينينش في البلاكار. مصيبه يا ربي، هذه مصيبه. والدكتور جواد غادي وكيوصيني عليه، غيصحبني غير كنت ناعسه. هذا هو خرج العقل، المراه عاد خرجت من الانعاش، فين غتكون مشات فين؟ اختي انا غادي نعيط للدكتور جواد. عطفات عليك الشمعه. قولي مس الخير بعدا. مس الخير؟ مس الخير ونهار قرب يطلع. فين كنتي دايع؟ غير في لاكلينيك. لاكلينيك؟ ياك لاباس، شنو واقع؟ والو، الوالده هي انا شي شويه وصافي. مالي عاوتاني؟ عرفتي اش ديري؟ تمشي تنعسي وبدلي الساعة بخو. هيا غدا تمشي تنعس، ما تنساش حنا راه مزيرين وما عندنا ما نعطيو لشي كلينيك، فهمتي؟ لا عطي الله، ما قالك حتى شي واحد تعطي شي حاجة من جيبك يا بنت الناس. قالك تعطي صافي. Thank you.
بلاتي الحاج نعاونك على سلامتك. على سلامتك. عارف شويه لك كيف بقيتي شويه لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله على لطف الله. يوفقك بالسلامه ان شاء الله. مسافر ان شاء الله. ايوا طريق السلامه ان شاء الله. بلاتي محلك الباب. الله يجيب شفاء الحاج. طريق السلامه. الو يا هادي؟ لا ما اتصل بي حد. اختي كي صبحت الوليده ما عرفتيش؟ كيفاش ما عرفتيش؟ واخا واخا صافي انا جايه من هنا شويه. الو سعيد صباح الخير. اتصل بك شي حد من الكلينيك هاد الصباح؟ لا لا حيت عيطت لي الكاتبه وكلامها ما عجبنيش. واخ نتلاقاو تما من هنا ساعه. يلا الله يهنيك. نقدم لكم الكوميسير فوزي من لابيجي. كوميسير؟ ياك لاباس اشنو واقع؟ لا والو كنظن باللي الوالده لاباس. كنظن؟ اشرح لي يا استاذ ما فهمتش. عندك الحق. كل ما كانت الامور واضحه يكون احسن. هذا التقرير الطبي وتيقول باللي السيده الباتول جات لهنا مع البارح مع العشيه. وجات في حالة غيبوبة وملي داروا لها التحاليل والفحوصات لقوا بأنها خدت شي مادة مخدرة وخدت منها أكثر من القياس. ياك البارح قلت لكم راه التحاليل غالطين. يمكن يكونوا غالطين. احنا بدورنا غادي نتأكدوا ملي توصلنا النتيجة ديال المختبر الجنائي اللي ما كيغلطش. السؤال اللي كيبقى مطروح هو واش السيدة الباتول خدات هاد المادة أكثر من القياس لأنها ما كانتش عارفة أو لا كانت باغية تنتحر. وهذا الشيء اللي خاصنا نعرفه. دكتور الله يخليك وجد لي لافاكتور ورخصة الخروج. يلا نمشي. بلاتي اسمح لي لأن فكرتيني في الرخصة ديال الخروج. على حساب ما جا في التقرير السيدة الباتول خرجت من الكلينيك ما بين الخمسة والخمسة ونص ديال الصباح وبلا رخصه. دكتور فين امي؟ وشنو درتوا ليها؟ ياك البارح فمك قلتي لنا انها غتبات في الانعاش. هي قلت لك الوالده ديالك غتبات في الانعاش ولكن اسمح لي. اللي مهم وخاصنا نعرفوه هو شكون اللي عاون السيده الباتول باش تخرج من الكلينيك قبل ما يطلع النهار وبلا ما يسالك حتى واحد الاخبار. هذا الشيء اللي خاصنا نعرفوه. دكتور مازال ما جاوبتينيش فين امي؟ افكتيفمون الوالده ديالك كانت غادا تبات في الانعاش ولكن مع جوي 11 ديال الليل تحسنت الحاله ديالها ولات مزيان ودخلنا لا شومبر ديالها ولكن مع 6 الصباح عيطت لي الكاتبه باش تخبرني باللي تخبرك باش دابا عاد فهمت علاش كطلبوا التصبيق والشيك دو غارونتي. فين الوالده؟ قتلتوها؟ ايوا دوي. الله يخليك بلا ما تقلقوا بردوا اعصابكم. ما غاديش نعصب راسي وانا ما عارفش امي واش حيه ولا ميته. كيفاش؟ خصك تعرف سي سعيد بلي المرضى اللي كيدخلوا لهنا كيكونوا تحت المسؤوليه ديالي حتى كيخرجوا ودابا راه المسؤوليه للبوليس. اسمح لي. وي 71 داكا. اسمحوا لي عندي المرضى ديالي كيتسناوني كوميسار. واخا نتلاقاو في المحكمه. سي سعيد انا عارف بلي بحال هاد القضية هادي صعيبة على أي واحد باش يقبلها. كنطلب منك باش ديرني صديق ديالك بحال اللي كنتعرفو هادي مدة ونكون على خاطرك. إن شاء الله غادي نديرو المجهودات ديالنا كاملة باش نلقاو الوالدة ديالك.
هذا النمره ديال التليفون ديالي الا كانت شي معلومه جديده اللي يمكن تساعدنا باش نلقاو الوالده ديالك اتصل بها. واخا غادي نعطيه 24 ساعه ولا ما بانش الوالده غادي ندعي. لا لا ما تزربش، لا ما تزرب، ان شاء الله ما يكون على الخير وغادي نلقاو الوالده ديالك. تفضل للعاتقه هي جهه. عمل الله هذا هو التقرير المالي اللي طلبتي لي ديال الشركه. كيف هذا الامر؟ كل شيء على احسن ما يرام، بحال الا كان سي عبد الغفور واقف على شغله بيديه. بغيت نقول لله المرحوم الله يولي برحمه الله. هاد المصاريف شفت تزادت ياك لاباس؟ نعمل الله حين تعطينا البريم ديال العيد الخدامه. ما عم تشاورتي بالسلامه؟ انت قداش درت القاعده من ايام المرحوم؟ وعلاش انت مدير الا ما كنتي تسبق مصلحتي؟ شوف الله يرحم الوالدين، دابا نفوق نبغي كل صغيره وكبيره توصلني فوقتها، واش كتسمع؟ نعم لاله، مصلحتك هي الاولى طبعا. وباش نتفاهموا في مره واحده، المرحوم الله يرحمه وانا هي مولات الشركه، نبغي كل واحد يعرف حدو. تسارى ما عندي ما ندير بها. كنظن فهمتيني. نعم لاله فهمتك. كلك تفضل. مالك صبحتي معبس عاوتاني؟ نهار كانت معانا امك في الدار مابقيتش عارف النعاس كيفاش داير. ولا وان زدتي فيه. واش عباد الله حتى كينعسوا الناس عاد هي كيجا تقرقي في الحمام؟ راك عارفه كتنوض كتصلي الفجر. الله يدير ليا معاها شي تاويل في الدار وصافي. بدارها وبخيرها وما جايش عطال عليك. أمال عطيني أمي عارفة بنتي بسم الله لله بسم الله الحمد لله. فين انا؟ معايا في السبيطار. فين الجوع؟ واحد المراه كانت نعسه هنا خرجت هاد الصباح خلات لي هاد البنان. السؤال اللي كيبقى مطروح هو واش السيده الباتول خدات هاد الماده المخدره اكثر من القياس لانها ما عارفاش او لانها كانت ناويه تنتحر. يا كبار قلت لكم راه التحاليل غلطين التحاليل غلطين التحاليل غلطين. يمكن يكونوا غلطين
وحنا غادي نتاكدوا ملي توصلنا النتيجه ديال المختبر الجنائي اللي ما كيغلطش. كيجي يطلع ليك حد؟ عندي بنت بقى صغيرة وراجلي في الطليان. كون غير مشيتي معاه تما الدواء يحسن من هنا بنيتي، دواء مزين. ما عرفش فاش مدينة كاين. هي بحر مشى شوف ابنيتي دريني بحال موينتك، عاودي لي وفرغي لي قلبك. كنت خدامة في واحد الفيلا وعندنا العساس سميتو مصطفى. ايوا نهار على خوه نهار على خوه نهار على خوه. انتي عارفة مهمتي الباتول تفقد على الزواج. حتى تلاقى مع واحد الراجل كيخدم في الطليان كيحرق الناس للطليان بجوج المليون. بعت الذهب ديالي كله تسلفنا شي بركة. ايوا مشى خلاني حاملة ببنتي زهرة. ودرتو لك الغطبة بعدا بنيتي؟ الناس واعرين مهمتي الباتو، الناس واعرين. شي كيقول بلي تقلبات بيهم فلوكة وغرق، وكاين اللي كيقولك بلي تلاقى بشي طليانية تزوج بيها باش دير ليه الوراق. ولكني انا عارفة مصطفى ولد الناس ما يقدرش ينساني، ما يقدرش ما يرجعش، ما يقدرش ينسى بنتو زهرة ما يقدرش. الو فارماسي باكر، دوزي ديال الفارماسي الله يخليك. مي الباتول نعستي؟ مازال بنيتي. مي الباتول ما سولتكش عندك شي وليدات؟ عندي جوج، عندي امال وسعيد. الله يخليهم ليك. ومالهم ما جاوش بعد؟ واش غنقول لك بنيتي، الولاد ملي كيكبروا كيتزوجوا كله كيديها في مشاكله. كنت كيسحب ليا بلي انا بوحدي اللي عندي المشاكل. احيانا يا بنيتي غا كله وهمه. مي الباتول شوفي هادي التصويره ديال بنتي زهرة. شوفي تبارك الله تبارك الله تبارك الله يخليها لك. عارفة انا بدات من السنين كتشبه لبا، كتشبه ليه في الشعر وفي البيوضة. انا من مخليها الناس اللي خدام عندهم. توحشتيها ياك؟ نهار الاول قالوا لي بلي
غادي نعس غير 3 ايام باش ندير التحاليل حيت تقيد الدم. لكن الطبيب قال لي بلي غادي ندير العمليه. المهم انتي المسؤول، انا خايفه من العمليه. ما تخافيش احبيبتي، ما تخافيش ما تخافيش. المهم تلقاي صحتك باش ترجعي لبنتك. انا خايفه. ربي كبير بنتي. انا ما خايفاش على راسي، انا خايفه غير نموت وتبقى صغيره. ربي كبير بنتي، ربي كبير، ربي كبير بنتي. شوفي 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 فيا، انا لدريسة وغدا الصباح ان شاء الله نمشي نجيبك تشوفيها. وانتي مريضه امي باسور؟ لا عندي والو بنيتي، اقوي التخمام كطيح لي الطنسيون. الصباح الصباح بخير، تشوفي ان شاء الله. امي باسور شفتي الا جبتي لي بنتي زهره نشوفها خير، كعمري ما ننساه. العمل انت هو ابو عمر؟ يا لالا ما تعرفيني، سلطتني عندك فاطمه، كنت ناعسه حداها في السبيطار. هذاك الشيء علاش تعطلات وكيف بقات؟ راها فضل الله غدا مسكينه العمليه. العمليه داك الشيء علاش جيت؟ بغات تشوف بنتها زهره. زهره شكون اللي غادي يخليها تخرج من هنا؟ ابو عمر هانا جايه. لالا هذه لالا عتيقه مولا الدار، دخلي غادي نقول لها انت هي الخدامه الجديده. دخلي يا لالا دخلي. واخا سيدي دخلي. صباح الخير. صباح الخير. كاين خويا سعيد؟ كاين. سعيد وي تكلم اختك. واخا انا انا غنسلك لتحت، متعطلش عليا. امل صباح الخير اختي. صباح الخير. مالك ياك لاباس؟ ما كاينش شي خبر على الوالده؟ تقدر تقول لي هذا شنو هو؟ فطرتي ولا مازال؟ عيطت للفرماسين وقال لي هاد الدواء مخدر. يوم من بعد. كيفاش من بعد؟ الطبيب عنده الحق، مي كانت كتاكل هاد الدواء وهي ما عارفاش علاش كايلاك. ونزيدك هاد الدواء راه سين دروغ. جيونا مالي امل، علاش كتعاودي لي هادشي؟ ياك انت عند من كانت جالسه وانت اللي كنتي مقابلاها. ايه دابا حيدتي اللوم على راسك. باز باز اخويا سعيد باز، وجهك صحيح. امل اختي الله يرضي عليك، راني تعطلت على الخدمه وليله كتسناني لتحت، سمحي لي. شنو؟ اجي مازال ما كملتش كلامي. قولي شتي انا نيتك فين وصلتك؟ ولات مصلحه مراتك اهم من مصلحه امك. ودوي مالك سكتي؟ قلت مع راسي ملي الوالده تحس براسها مرخيه ما تقدرش ترجع للدار بوحدها، فكرت نربح الوقت وصافي. شناهي تربح الوقت؟ وكون قتلتيها قولي لي، كون قتلتيها شنو غادي تولي؟ تولي قتال مجرم تخسر الدنيا والاخره على قبل ربعه ديال الحيوط. شوف سعيد راني جيت نتبرى منك والله، وتوقع على شي حاجه راه ما نعرفك انت. با عمر با عمر عمل انا جا شوف لا بنوصيك، حل عينك مزيان ورد بالك. واخا لا هاد الخدامه تشرف راه ما كنرتاحش ليهم. كوني هاني لا هاني مشيت في امان الله. هيا زهر. بنتي زهر؟ انا من كلباتور صاحبة ماما كانت كتسلم عليك وكتبوسك بزاف. بغيت نشوفها. واخا نسالي الشغل ونمشيو نشوفوها. اجي اجي بعدا بنتي، اجي 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 بنتي. مالك امنتي على هاد العقدة ديال هاد الدرة هادي؟ ما شعرك بنيتي؟
شكون قطع لها شعرها؟ انا كندوي معاك با عمر، شكون قطع لها شعرها؟ صباح الخير فاطمة. صباح الخير. كي سمحتي شوية عند نقول لك واحد البرا واخا. ما ضريتك؟ لا فتا هذه هي البرا الاخرى. وقتاش غادي تفتحوا ليا؟ الا عندك شي زهر ودخل الطبيب اليوم الكونجي غدي ان شاء الله في الصباح ديري العمليه ان شاء الله. ان شاء الله. المره اللي كانت نعسه هنا خرجت اليوم الصباح لي شافها البارح يقول كتموت. يلا خليت لك الراحه. التصويره هذه اللي عندي ولكن راه قديمه شي شويه. الله يخليك. كاين شي خبر على الوالده؟ علاش خوك ما جاش معاك؟ حيت ما قلتش ليه. المهم احنا دايرين مجهودنا باش نلقاو الوالده ديالك، ما يكون الخير ان شاء الله. انت الا بانت لك شي حاجه جديده اللي ممكن تساعدنا في هذه القضيه اتصلي بيا. هذا التليفون ديالي. شكرا. التي الوالده ديالك ما تكونش مشات عند شي حد من العائله؟ لا العائله كلها كاينه هنايا، وكون مشات عند شي حد غادي يعيطوا علينا، وزيدون هي حدوديه بزاف في طبعها، ما كتمشي عند حتى شي واحد. صافي كلشي مسجل تما. ما مس الله يهنيك لالا، الا احتاجيناك غادي نتصلوا بك. سيدي بارك الله فيك. لالا البتول ياك لاباس؟ جيت نسمع جوابك. سكوتك ما عجبنيش. نعطيك عهد الله راه الهضره تبقى بيناتنا. قولي شكون اللي قطع على شعره؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. خرج شعر جردة وبهاد اليدين قطعت لها شعر. يا ربي تسامح لي، راك أنت عالي وعالم. ما عليك والو با عمر، الشعر دابا يخلفو الله ما شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. على سلامتك. وصلاتك النوبه؟ اه ما كاينش بحال خايفه.
لا ما خايفاش، غير كنتسنى بنتي زهرة. دابا تشوفي بنتك زهرة ان شاء الله، غتفيقي من البيت وتشوفيها. عافاك اختي، شوفي انا كنتسنى غادي تجيبها لي واحد السيدة. راه ما يمكنش دابا، راه الدكتور كيتسنانا في البلوك. وي يلا يلا يلا، عيب شوية عيب شوية. سي جلال، هذا فاكس توصلنا به من عندك على قبل السيده اللي سخفات في لاكار، اسمها الباتول الكالولي. فعلا الباح كانت تسنى التران وسخفات. كانت بوحدها الوقت فاش وصلت، لقيتها مغيبه والناس ضايعين بها. دويتي معاها؟ كيفاش يمكن تكلم معايا مغيبه؟ ما عرفتيش اش من تران كانت غادي تمشي؟ لا ابدا ما عرفتش. ما لقيتوش مع الورقه ديال التران؟ لا. انت اللي اتصلتي بالامبولانس؟ نعم. اش من امبولانس اللي داتها؟ امبولانس ديال الوقايه المدنيه. اش من ساعه؟ غتكون 8 قبل القسم. 8 قبل القسم. كان معها شي باكاج؟ تنظن كانت معها شي باليزه صغيره. وفين درتوها؟ داتها معها. السيدة ما واعياش، ما عقلاش على راسها، ودات معها الباكاج ديالها. اللي بغيت نقول ان دا مع شيفور ديال الامبولونس ويدا. باقي شي حاجه يمكن لك تزيدها؟ لا لا لا، حتى ما باقيش. سي جلال، الا كانت شي حاجه اخرى جديده اتصل بيا غدا. واخا، شكرا زيد، الله يعاونك. الو عمر، شوف كان معايا دابا الشاف ديال لاكار. المهم انت غادي تتصل بالوقايه المدنيه باش يعطيوك معلومات على السيده اللي سخفات والبارح في لاكار. كازا فواياجور جويه 8 ديال الصباح. اسمعني، حاول تعرف اش من سبيطار الدواء. الله يخليك، هادشي بزربه بزربه بزربه. الله يخليك، الله يعاونك، تهلا وسهلا. يا سيدي كوميسير فوزي من لابيجي. كاين شي مقدم؟ الله يخليك، واش هاد السيدة ناعسة عندكم؟ شنو سميتها؟ الباتول الكالوني. واحد الدقيقة الله يخليك. يا سيدي عندها شي مشكل؟ يمكن ليا نشوفها. واخا تفضل معايا. هذيك المرأة الكبيرة خرجت البارح في الصباح. وشكون اللي عطاها لوتوريزاسيون باش تخرج؟ ما عرفتش، أنا ما كنتش هنا. هي السبيطار ولا فندق، اللي بغى يدخل يدخل، اللي بغى يخرج يخرج، ما عندكم غرض. هاد السيدة هي اللي كانت ناعسة معاها في البيت؟ لا، هاد السيدة لا دخلت اليوم، فاطمة هي اللي كانت ناعسة حداها. فين هي فاطمة؟ حتى هي خرجت؟ لا، نزلناها للبلوك. الله يخليك، ضروري نشوفها قبل ما ندخل العملية. واخا تفضل معايا. وانت ملي تسالي دوزي لعندي. Thank you.
دقيقة الله يخليك. بدات العملية ما يمكن لي ندير والو. هاد العملية شحال كيخصها ديال الوقت؟ ما نقدرش نقول لك، خلي التليفون ديالك ومن تفيق من بجوج نعيط لك. باش ما كان تصلي بيا ضروري الله يخليك. ان شاء الله. الله يعاونك. يلا فقت الحبيبة وراكي عارفة على صوري ديال البارح ما فاتت حتى الثلاثة. يلا واخا تلا بريمي بسلام. باتول باتول زهرة زهرة باعمر وباعمر واش ماركيتي تفوق؟ لا صباح الخير. صباح الزفت. فين باتول وزهرة؟ ما عرفتي. لا كيفاش ما عرفتيش؟ ملي فقت على لا ما شفتهمش. واش داروا الجناح وطاروا؟ صبر 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 دابا انا عاد فهمت. قلبت على خدمه في جهه اخرى وصيفطت لي صاحبتها راه تسرق لي البنت. حق نوريني امها عتيقاش كتسوى. ما كاينه علاش لالا تخلقي من غدا تجيك خدامه احسن منها. 100 مره نقول لك ما تدخلش في الشبوقات اللي ماشي ديالك. كتسمعني ولا لا؟ اجي بعدا انت. نعم لا هذا كيقول لك راسك تكون متفق معاهم. هنا لا حرام حرام. يا سير شوف شغلك سير شوف شغلك. انا مصبحت سمح لي بنيتي نسولك فين مشات فاطمة؟ فاطمة؟ ايه مش انت هي البتول؟ ايه بنيتي انا البتول. طنسيو عندك مزيان عيشة. اجي معي. قولي بعدا علاش كيقلب عليك البوليس؟ انا بنيتي ومالي انا؟ راني عارفة كلشي. ها شربتي القرقوبي باش تنتحري ياك وهربتي من السبيطار وشكون عرف اش من مصايب اخرى دايره؟ انا مزوقة فيك بنيتي انا زوقة فيك لما تستريني. انت مغرقه موتيفات وباغي نسترك. شوفي انا ما كنعرفكش وخدمتي غادي نديرها. ما عندك مناش تخافي يا بنيتي. انا غير ما تفهمتش مع ولادي وخويت الدار. وهاد الدريه منين جاتك؟ ياك ماشي موتيف اخر. هادي راها بنت فاطمه. ثقي بيا بنيتي انا ما جريت غير الخير. انت كتجري في الخير وانا باغا تخرجي لي على بلاصتي. شوفي الحل اللي غادي ندير معاك سيري في حالك وما شتيني ما شتك. وفاطمه فاطمه راه سالين كيفتحوا ليها. انا غنستناها هنا بنيتي حتى تخرج خاصها تشوف بنتها زهره. انت شكون اللي مسلطك عليا الصباح؟ شكون؟ جلسي هنا جلسي وما تحركيش ولا حصلتك الماجوره ما تتعرفيني ما نعرفك. واخا واخا حبيبتي الله يحفظك الله يسترك الله يخرج سربيسك على خير. صافي يلا سكتي وقطعي الحس. واخا لالا واخا. تفضلي لالا كاين شي مرقديو؟ بغيت نذكر عليه بواحد السرقه. كلمي تكلمي انا كنسمع. نشرح لك اسيدي. كانت عندي خدامه سميتها فاطمه عندها بنت صغيره عندها 8 سنين اسمها زهره وبجوجهم عايشين في الفيلا ديالي. السيمانه اللي فاتت طلبت مني مط البنت تمشي للسبيطار باش تمشي تدوز كانت مريضه. البارح صيفطت ليا صاحبتها طلبت ليا الخدمه حيت انا بلا خدامه اضطريت نقبل. اليوم ملي فقت لقيتها سرقت ليا البنت وهربات. عندك فوتوكوبي ديال لاكار ديال هاد السيده؟ لا سيدي. كيفاش خدمتيها وانت ما كتعرفيهاش؟ تغشمت فيها سيدي. شنو سميتها؟ باتول. باتول ايش؟ ما عرفاش كنيتها والله ما عرفها. تقدر توصفيها؟ طويلة
بيضة. شحال في عمرها؟ كون شي 50 عام وكك. 50 عام؟ إلا شفتي تصور تتعرفيها؟ معلومة سيد العقل عليه. هي هادي. شوفي مزيان. تأكدة. تأكدة؟ عقل عليه. شحال مدة وهي خدام عندك؟ نهار واحد. نهار واحد؟ البارحة جات عندي. عندك شي شهود شافوهم اللي كانت خدام عندك؟ با عمر. اش كيدير با عمر؟ با عمر العساس اللي خدام في الفيلا ديالي. هاد المرة سيدي عندها شي سوابق. هاد السيدة سيمانة وحنا كنقلبوا عليها. احمد الله اللي ما سرقت ليش الفلوس واللي بيجو دياولي. شوف سيدي الكوميسير انا وليت خايفان على راسي. لا لا كوني هانية ما عندك مناش تخافي. انت لا حسيتي بشي حاجة ولا شفتي شي حاجة اللي يمكن تساعدنا في هاد القضية ولا حسيتي بشي خطر عليك اتصلي بيا، هذا التليفون ديالي. واخا سيدي. بارك الله فيك. الله يعينك يا لالا. من الباتول. من الباتول. في الجوع. واخا بنيتي نشوف امك ونمشيو ناكلو. واخا. البركة في راسك لالا. فاطمة تينا عليك بالصبر امي. الله يا ربي الله يا سيدي. زعما تشوفيها قبل ما ينزلوها الفريق. الله يا Thank you.
كديري هنا؟ بحالي بحالك. كاين شي خبر جديد على الوالدة؟ تدخل وصولو. اجي مالك تتهضري معايا هكدا مالك؟ أول مرة تجيبين يدي قضية بحال هادي. كان كيسحب ليا عادية. امرأة هربت من الدار لأن عندها مشاكل مع العائلة ديالها. وقالت أحسن نعطيهم اتزاه. ولكن السيد الباتول مشات بعيد. دارت راسها خدامة وسرقت بنت عندها 8 سنين. سرقت بنت عندها 8 سنين؟ ميمكنش. اش من علاقة عندكم مع السيدة عتيقة فخار؟ ما عمري ما سمعت بهذه السمية. عتيقة فخار قدمت شكاية بالوالدة ديالك. وملي شافت التصويرة ديالها عرفتها. هادشي راه ما كيتفهمش. شوفي غادي نسولك لآخر مرة ونبغيك تكوني صريحة معايا. الوالدة ديالك ملي خرجت من الكلينيك جات لعندك للدار؟ لا ما جاش عندي. ما حاولاتش تتصل بك؟ لا. كتكذبي من الاول وانا عارفك كتكذبي. ما كنكذبش، ما عنديش علاش نكذب. يا هي علال تو تكذب. علال؟ علال الكونسيير تيقول بلي السيده الباتول خرجت من الكلينيك مع الخمسة ونص وجات لعندك للدار وجلست معاك نص ساعه ومن بعد هبطات وتكلمت معاه. من بعد شدت الطاكسي، نفس الطاكسي اللي جابها. شفتك سكتي. يمكن تكون جات للدار وانا ما شفتهاش. واخ كيفاش دخلت؟ امي ديما عندها السوار ديالها معاها. ما عندي ما نسالك. جوابك على نابك. ها موش دراسك؟ امك عندها شي فلوس اللي تقدر تعيش بيهم هاد المده كامله بوحدها؟ ما عرفتش. حاطه شي فلوس في البنك؟ عندها شي بركه من يامات المرحوم. نقدر نعرف شحال؟ ما نقدرش نقول لك حيت ما عرفتش. كذوب كتكذبي. ما كاينش اللي كيعرف سر الام من غير بنتها. راني قلت لك ما كنكذبش. دابا شنو؟ ها علال كيكذب، عمر كيكذب، الناس كلهم كيكذبوا، انت بوحدك اللي ما كتكذبيش. انت ملاك. واش كتضحكي عليا؟ واش كتضحكي عليا؟ غادي نعطيك حتى الغدا. اسمعيني مزيان، من مصلحتكم مصلحه الوالده ديالك تعاوني معنا قبل ما تزيد تغرق. يلا لالا الله يعاونك. فكري مزيان. دخل الله. تفضل معايا. تفضل. كاين شي اخبار جديده سعاده الكوميسير؟ كيف قلت للاخت ديالك الوالده متهمه بالسرقه، سرقت بنت عندها 8 سنين. بنت عندها 8 سنين؟ ميمكنش. كتعرف عتيقه فخار؟ ما عمري ما سمعت بهذه السميه هذه. اشنو اللي خلى الوالده ديالك تختار بالضبط دار عتيقه فخار وتسرق منها بنت عندها 8 سنين؟ الو ماجورانزا دوز عليا دوز. الو اهلا. ايه هو هذا؟ انت متاكده بلي فاطمه؟ واخا انا جاي عندك غدا مع العشره. تكون عندي هنا العشره. واخا نحاول. ماشي تحاول، غدا مع العشره تكون عندي هنا العشره ان شاء الله. الشكر لله. أمان بقى ما جات. هاي دابا تجي الحاج.
شفتها ولات كتعطل. هاد الايام عندها الخدمه بزاف على الحاج. الله يرضي عليها. امين. والله يرزقنا باش نكونوا معاها. امين. وسعيد فين هو؟ ما بقى له غير يجي. ها هو مشى يجيبها. عطيني نشرب. وخ. بسم الله. الحمد لله. الله يرضي عليك. باكي بقيتي؟ الحمد لله. سمعوا وليدتي. نعم. حتى انت يا البتول. نعم. هالدار تولدت فيها وكبرت فيها أراها إرث من جدودنا، وصيتهم الوحيدة، وهي نحافظوا عليها. واليوم جات نوبتكم باش تحافظوا عليها. خليكم مجموعين، ما تفرطوش فيها. أما أنت يا بنتي أمال. نعم أبا. سامحيني. مو سامح. ما نقدرش نشوفك في دارك. طول عمرك أبا. بركة في أمك وأخوك سعيد. سعيد. نعم الوالد. نوصيك يا ولدي. نعم. كون راجل. تهلا في أمك. باتول. نعم الحاج. مسامحة. مسامحة. بقى هنا؟ عجبك هادشي اللي وصلنا ليه؟ ومالك منرفزة؟ اش بينا وبين المشاكل؟ قول على خير يامنا ولينا نجرجروا في الكوميساريات. شتي الا بقيتي على هاد الحاله امال غادي نضيعوا كلشي. نضيعوا كلشي؟ اش بقى ما يضيع؟ امي ما عرفناش فين هي، وصيت با فرطنا فيها، بقى شي حاجه اخرى؟ امال الله يهديك اختي، الله يرضي عليك لما تصنتي. راني ضارب الحساب كلشي، غير ثقي بيا. حساب؟ احنا غادي نشوفوا حساباتك فين غتخرجك. واجي بعدا نوصلك. ما توصلني ما نوصلك، غنمشي بوحدي. علال. نعم لا الامل. اجي نقول لك الوليده ملي ديتها لا كلينيك واش رجعت هنا في الصباح؟ شفتها الصباح مع الجمع خارجه عندك من الدار وفي ديها باليزه، وملي سولتها قالت لي مسافره. ولكن واش متاكد ملي اللي شفتي؟ الله على الامل، كيف ما سير نشوف فيك دابا وماك ما قلتيهاش ليا. وعلاش غنقولها لك وهي خارجه عندك من الدار؟ صافي صافي يلا. على حسب الاحداث اللي عاودتي ليا المشكل كيتجلى في الدعوه اللي رفعت السيده عتيقه. السيده عتيقه ضد الوالده. والحل في نظرك استاذ دابا؟ ضروري ما السيده عتيقه تنازل على الدعوه. وكتظنها تقبل زعماك؟ تيخصك تحاول معاها، ولا ما بغاتش على الاقل نعرفوا السبب ديال هذا الاتهام هذا.
اسمع سعيد، اتصل بيا غدا في الصباح نكون طالع تاع الملف وعرفت لك العنوان ديال هاد السيده هادي. بارك الله فيك اخويا ادريس. وسمح لي بزاف عبد الرجوع، ما كاين مشكل، سعيد راك بحال خويا والبنت راه بحال الوالده. تبارك الله. اونتري. شكرا دكتور، اسمح لي بزاف على هذاك الكلام اللي قال لك خويا سعيد. سعيد ما دور في هذيك الظروف. أمضرة لقيت الوالدة؟ لا مازال ما لقيناهاش، راه داكشي اللي جيت عندك بغيتك توقف معنا الله يجازيك بخير. أنا كنسمع لك. الوالد الله يرحمه كان فيها كونسير وفي يوماته الأخرى ما كانش كيقدر ينعس، خرج ليه الطبيب واحد الدواء وهذه هي لوردونونس. ملي مات الله يرحمه امي تاعي ولات كتشكى من حرق الراس وبدات كتاخذ هذاك الدواء اللي كان شاط عليه. وشحال تقريبا ديال الوقت وهي كتاخذو؟ ما نقدرش نقول لك، ما بقيتش عاقله. ايفيكتيفمون الدواء اللي في لوردونونس يمكن يسبب نفس الاعراض اللي كتعاني منها الوالده ديالك، ولكن الا تخاد بكميه كبيره. راه داكشي اللي جيت عندك وقت ما كان كيتقاضى هاد الدواء كان خويا سعيد هو اللي كياخذو ليها. وبلوردونونس ولا بلاش؟ لا بلا لوردونونس. ولكن الدواء ما يمكنش يتعطى غير الا ما كانت لوردونونس سو كونترول ميديكال. لا حيت الفرماسيان معرفه وزعما ما كيبغيش يخسر خويا سعيد. قلتي هادشي للكوميسير فوزي؟ لا، استدعاني جوج مرات ولكن ما بغيش نجبد صداع الفرماسيان، والسيد مسكين ما صرف فينا على الخير. راه داكشي اللي جيت عندك. كون قلتي لهم هاد المعلومات هادي ما كنتيش توصلي لهادشي هذا. دابا ما عندي باش نساعدك. ديزولي. شكرا. نهار كبير هذا امي الباتول، شحال هذه ما جا عندي شي حد. الله يخليك بناتك. هاك امي الباتول، هاك كاس مشحر بحال اللي كيعجبك. بسم الله. البنيه كبرت تبارك الله. بنيتي كنتي تبقاي في المدينه باش تلقاي فين تقرب بنتك؟ امي الباتول المدينه واعره وانا راجلي قبل ما يموت خلى عليا 4 شهور ديال الكرا، عييت هزيت بنتي ورجعت للدوار. وكنتي ترجعي عندي لداركم؟ لحقاش راكي بحال بنتي امل. انا عارفه اللي كاين ولكن بقات فيا حرقه ما حضرتش البال حاج ولا عمره ما بغيت نسى ليا نهار جاو فيا الخطاب داكشي اللي دار عليا حلا غير البارحه بنيتي قال لي نجوجوها ليه ولكن بشرط ديروا ليها الكاغيط وتقعد معنا هنا حتى نوجدوا لها دهازها. الله يرحمه مسكين ما عمره ما دار الفرق بيني وبين امل. كان راجل واش من راجل بنيتي من نهار اللي خطاني ما بقيت عارفه راسي من رجلي. وما تقوليش هكا امي البعتول راه خلالك سعيد في كتافك راجل. حياني يا بنيتي ولاد اليوم مش عقلهم بنيتي غا مع الفلوس. الو عتيقه فخر هادي صباح الخير. لاباس الحمد لله. شوف ديك الناس عيشهم دابا ساعه راني خايفه ما تعطلوش عفاك. واخ يلا بسلام. با عمر نعم لا شدي في عجودة ما دخل ميش يلا نطلع البيتي دخلنا. العتيقة هي جاية. اسمح لي نسولك الله يخليك، واحد السيدة كانت خدامة عندكم هاد الأيامات
ما عرفتي شنو سميتها. وشحال في عمرها؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ عمر انا لا تشوف شغلك اخليك. شكرا. اش حب الخضر؟ اسمح لي لنا بزاف على هاد المجيه، حنا ولاد الباتول. باتول لابان؟ ايه حنا راه عارفين، ولكن كاين واحد سوء تفاهم، داكشي اللي جينا عندك. سبحان الله العظيم، نهار شفتك المره قلت مع راسي وجهها مشي وجهها تكرفيس، وبلا شك غتكون بنت عائله. تنشكروك على العتيق على التقدير، وفي الحقيقه ما كرهناكش. وما كرهناكش، الله يجازيك بخير. تنازلي على هذيك الدعوه. تنازل الدعوه؟ رجعوا لي زهره. زهرة؟ شكون زهرة؟ كنعرفوهاش وما عندنا بها حتى شي علاقة. اللي كيهمنا هو انك ت واشنو؟ تكلموا، مالكم سكتوا؟ جايين كتهددوني في داري؟ بلا حشمة بلا حكاية؟ ياك ما سحب لكم الدنيا سيبة وما فيها مخزن في البلاد. سعيد اش كدير هنا؟ والو غير جينا باش نسيتي الموعد اللي دايرين مع العشرة. لا ما نسيتش اسعد الكوميسير، غير وكان كتعرف هاد السيدة؟ ها كنعرفها في الحقيقه. لا ما كنعرفهاش. لا البارح ماهم سرقت لي البنت، اليوم جايين بلا حشمه بلا حيا يهددوني ويتحلفوا عليا في داري. يا قلت لك سعاده الكوميسير الناس راه ما فيهمش ثقه. الله هي اللي حنا يهددناك. بلاصتك في الوليده ديالكم. ما عارفينش سعاده الكوميسير، ما عارفينش. كل ما كنتوش عارفونها ما غتجيوش هنا. دابا كل شي بان. خليني عنفسر لك. تا المحكمة وفسري. دابا غادي تمشيو معايا. غادي تمشي معايا باش توقعي على المحضر ديالك. يلا سيدي. تفضلي لالا. هو كي دايرة الدار؟ إوا الدار بنيتي هي سبب المشاكل. باكر الحاج الله يرحمه ورتا على جدودو. وكانت وصيتهم وصيتهم. ما يبيعها ما يفرط فيها. ولكن سعيد ولدي الله يهديه غرقها كريديات وما بقى كيبان له غيبيعها ولا يرهنها. ياك ما باعها ما حد الله مطول ليا في العمر وصيت الحاج ما طيح في الارض. ايوا شنو دار؟ كره مشوارك. هو انت عارفه سعيد الا بغى حاجته ما يمشي حتى يقضيها. ايوا هادشي راه ماشي معقول، خصو يدير عقلو. ومن ذاك النهار بنيتي ما جات عيني في عيني. مالو هرب؟ انا اللي هربت. الولاد اللي ما كيسمعولكش واش ديري بيهم؟ ما تقوليش هكذا امي البعتول، الله يخليك لينا راه ولدك. امي البعتول وامي البعتول فين سرحتي؟ تفكرت بنتي امل كرها مسكينه كتقلب علي. وهانتي هنوجد الغدا ونمشيو للفيلاج نعيطو لها. غير بلاش بنيتي غادي تخلي دارها وتجي تاني كتجر. انتي عارفه راجلها كي داير. والله يصوم. ايوا انا كلمتي ما تطيحش الارض. كوني اختي تشوفي كيف ولاو ما بقى فيهم ما يتشاف. ما عرفوا باش تبلاو. تخافيش عليا انا عارفه مزيان اش تندير. ابعد قبل ما ننسى لابو اللي وصيتك عليها فين هي؟ صافي ربي يخليك الحبيب. يلا نخليك على خير. با عمر فين غادي بسلامة؟ هادي بنتي فحالي. واش كتمزح معايا ولا شنو؟ لا بنتي هاد المرة غادي نمشي بحالي. تبارك من البسالات انت عارفني باللي ما نقدش نفرط فيك. وزيدون بابا الله يرحمه وصاني عليك قبل ما يموت ولا لا؟ وحاجه اخرى نسيها انت من بالك، راه باقا تبعك واحد الشهاده قدام القاضي او لا؟ لا على قبل هذيك الشهاده علاش انا غادي نمشي بحالي؟ مباركه من بالنا سير حط صاكك وسير شوف شغلك. الله يهديك لاله عتيقه. انا ما نقدرش نشهد بالزهر. شنو زعما كتخوي بيا ولا شنو؟ العماره بنتي ما بقى قد ما فات وانا ما قادر على ابني واحد. خليت لك الراحه. عمر 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 شنو زعما اتفقتوا عليا ولا شنو؟
غنوريكم عتيقه في خرج كتسوى. الو عتيقه فخر هادي. صفية كريم 33 سنة، ممرضة بالمستشفى 20 غشت. اش كتعرفي على الباتون؟ لا سيدي ما كنعرفش الباتون، وانا خدمتي في البلوك، وهادي 3 ايام واحد السيدة سميتها فاطمة كتتسنى الباتون تجيب ليها بنتها تشوفها قبل ما دير العملية، وملي تعطلات عليها عطاتني عهد الله، عطاتني تصورة بنتها زهرة وتصورة راجلها، قالت لي يا ويلا مت اعطيها تصاور الباتول وقولي ليها زهره بنتك وانت امها. وملي عاودت هادشي للماجوره قالت لي لازم نجي نشوفك. جبتي تصاور؟ يا سيدي ها هو. غادي نستدعيوك باش تشهدي قدام سيد الوكيل. واخا سيدي قسم ما احتجتوني انا موجوده. دابا غادي تمشي مع السيد الضابط باش يسجل الاقوال ديالك. واخا تفضلي معايا. كونوا مطمئنين، توصلت بخبر تفيد بان الممرضه اللي كاينه في المستشفى ديال 20 غشت تتبرأ السيده الباتول فيما يخص اختطاف الطفله زهره. بارك الله فيك استاذ، وراجلي امتى غادي يخرج؟ انا غندير كل ما في جهدي باش سعيد وامال يخرجوا في اقرب وقت. قول لينا استاذ، واش هاد الاعتراف كافي باش يخرجوا؟ من طبيعه الحال، ولاني ضروري ما السيده عتيقه تنزل على الدواء. اياه ولكن لما بغاتش. من جهتي انا غنبني المرافعه ديالي على شهاده ممرضه، والسيده عتيقه غنتصل بها هاد العشيه، وغدا ان شاء الله يكون خير في المحكمه ان شاء الله. المهم هكا استاذ، واحد البركه حتى يخرج سعيد. خلي فلوسك عندك، سعيد راه بحال خويا والباتو راه بحال الوالده. شكرا استاذ. غدا ان شاء الله في تسعود في المحكمه ان شاء الله. با الله يرحمه في شيشه اكثر من القياس. وثيق بيا سيدي الكوميسير، الباتول ما عملت والو، داكشي نعم سيدي قال لي شفتي كله غير واحد. ولاد الباتول نعم سيدي جاو يطلبوا من لالا عتيقه باش تنزل ليهم على الدواء، عمرهم نعم سيدي ما تهجموا عليها ولا هدوها، بالعكس كانوا تيتكلموا معها بأدب وبلطفه. والباتول سيدي الكوميسير ما بغات تعمل غير الخير. علاش ما قلتيش هادشي ملي شديناهم؟ لأن العتيقة دائما كتهددني بالجنكة، أنت عارفة أني ما عنديش فين نمشي، وما عنديش لي يقبل عليا وأنا في هاد السن، ولكن اللهم الجنكة ولا ذنوب عباد الله. أنا سيدي الكوميسير جيت نقول ونشهد كلمة الحق، الباتول ما بغات تعمل غير الخير يعني سيدي. اش دار لك سعيد كي جيتك؟ برافو عليك اخويا ادريس، ما عندي ما نقول. المهم على سلامه الوالده. بارك الله فيك اخويا ادريس، في الحقيقه ما عرفناش اش كنا غنديروا بلا بك. اللي خصكم تشكروا هو با عمر. با عمر ولا واحد من العائله. السلام عليكم، الله يهنيكم هاد الساعه. الله يهنيك. نعم استاذ، سلم لي بزاف على مدام وعلى الوالده. مو بالله، انا دابا عندي واحد الجلسه اخرى خصني نمشي ليها، ما تنساوش تدوزوا شي نهار للدار. ان شاء الله. يلا الله يعاون. يلا هو تغداو بعدا وترتاحوا. انا ما ارتاح حتى لقى امي. سعيد راك عارف الصور ديال امي اليوم يكونوا عندي ان شاء الله. يلا با عمر. اجي حميد فين هو عادل؟ من نهار شدو قديتو عند اختي، اختي بقى يسولني عليك وراك عارفه ما عندي ما نقول لها. انا يلا با عمر تفضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مي كاين شي كاس داتاي؟ الله بنيتي، الله 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 شحال توحشتك الحبيبه ديالي. الله 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 يا الحبيبه الله الله الله. انت دابا مي سمعتي القصه كلها. اسمحي لي بنيتي، هادشي كاع وقع وانا ما جايبه له خبر.
شتي امي كون ما كانش با عمر لعلم الله شنو كان غادي يجرى فينا. ربي كبير بنتي ربي كبير. با عمر عمر خيرك ما ننساه. العفو لالا البتول ما همتش غير الوجه. راني دويت مع سعيد وغادي يجيب لك السوارت وغترجعي امي ان شاء الله لدارك بعزك. ان شاء الله بنيتي ان شاء الله غادي نجيب سعاده وبنتها يسكنوا معانا. وسهره بنتي جديده بنت فاطمه الله يرحمها. عرفتها. وانت با عمر مرحبا بك عندي في داري. الله يكثر خيرك لالا. الله يخطك عليها امي. امين ابنيتي امين امين.